أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الأحد السابع من مارس لعام 2021، والمحاضرة الخامسة من الكوندنس كورس للكارديوفاسكولار سيستم، وهي تختص بالنورمال إي سي جي. الأول عاوز أقول لكم إن كل مرض في جزء من القلب بنشاهده في ليد معين، اللي هو الليد اللي عنده البوزيتيف الكترود في المنطقة اللي احنا عاوزين نشخص فيها المرض. ودي نقطة مهمة انا عاوز بس نتفق عليها الاول، عشان خاطر ده في عندنا اربع اسئلة ام اس كيو مهمة هنا جدا. فاحنا لو عاوزين نشوف الفرونت او الرايت فنتريكل، فاحسن حاجه نشوفها فيها اللي هي V1 و V2 من البريكوردال تشست ليد. ده سؤال. سؤال تاني في الام اس كيو، طب لو عايزين نتفرج على السيبتوم يبقى V3 و V4. طب لو عايزين نتفرج على اللاترال ليفت بارت اوف ذا هارت هيبقى V5 و V6 والAVL. طبعا ان V5 و V6 لو كنتوا فاكرين كان موجودين في ال انتيرو اكزيلري والميد اكزيلري على الليفت سايد. انما اهم سؤال هو السؤال الرابع بقى، لو عايزين نتفرج على الانفيرو اوف ذا هارت يبقى لازم نجيب ليدز البوزيتيف الكترود بتاعهم موجود تحت، اللي هما مين بقى؟ ده اهم سؤال. ليد 2 ليد 3 دول من ضمن الليم بليدز، ستاندرد ليم بليدز، والاي في اف لان البوزيتيف الكترود تحت. يبقى دول اربع اسئله نبقى عارفينهم كويس قوي. قبل ما نبتدي في مرضين عاوز تاخدوا بالكم واحنا بنتكلم عليهم كويس قوي، اللي هو الاسكيميا والانفاركشن. اسكيميا هي ضيق في الشرايين التاجيه في الكرونري فيسلز، فبتؤدي لنقص الدم، تؤدي الى انجينا بيكتوريس اللي هو ذبحه صدريه. اما لو الانفاركشن بيحصل انسداد تام في احد الشرايين التاجيه بواسطه كلوت اون توب اوف اثيروسكليروتيك يعني بارت، اللي يتسد خالص يبقى الحتة اللي بيغذيها هذا الشريان من القلب هتموت، نسمي ده انفاركشن، لان انفاركشن هو الديث اوف بارت اوف تيشو. ليه انا بهتم بالمرضين دول بوجه خاص؟ لان يعني 1/3 من الناس اللي بيتوفاهم الله في عالمنا هذا بيتوفي بسبب امراض متعلقة بالقلب والشرايين، واشهرهم طبعا اللي هم الميوكارديال اسكيميا، نقص الدم اللي رايح لعضله القلب اللي بيدي ذبحه صدريه. لو اتقفل خالص الفيسل ما بقاش مجرد نقص، ان عدم الدم لمنطقه معينه في القلب بيحصل ان حته بتموت، وبنسمي ده انفاركشن. طيب نبتدي بالنورمال اي سي جي. احسن طريقه لدراسه النورمال اي سي جي ان احنا بندرسها على النحو الاتي. بنحب نتكلم عليها في ويفز اللي هم باللون الاسود. عندنا 4 ويفز، بي كيو ار اس كومبلكس، ما تقولهاش ويف لان دول 3 ويفز في بعض، وبعدين تي ويف يو ويف، يبقى عندي 4 ويفز. طب المسافات ما بينهم باللون الاحمر بنسميها سيجمنتس. هندرس 2 سيجمنتس اللي هم البي ار سيجمنت والاس تي سيجمنت. طب لو خدت ويف مع سيجمنت، يعني لون اسود مع لون احمر، ويف مع سيجمنت، نسمي ده انترفلز، وهندرس 2 انترفلز اللي هما البي ار انترفل والكيو تي انترفل. يبقى عندي 4 ويفز، 2 سيجمنتس، 2 انترفلز. ما عشقت مستعشق النظام، يبقى هنقسم الدسكشن لثلاث اجزاء. نبتدي بال ويفز. وي هاف 4 ويفز تو بي ديسكاست. دلوقتي عاوزين نبقى ناس فاهمين، احنا قلنا احنا بنعتمد اساسا على الفهم. فالوضع كالاتي، ان الهارت احنا كنا قلنا ان الهارت بيتكون من 2 سينسيتيا، يعني من مدمجين خلويين، اتريال سينسيتيام اند فنتريكولار سينسيتيام. طيب كل سينسيتيام الكهرباء بتاعته بتنقسم الى جزئين، تو الكتريكال اكتيفيتيز، دي بولاريزيشن اند ري بولاريزيشن. يبقى تو سينسيتيا، ايتش سينسيتيا عنده تو الكتريكال اكتيفيتيز، دي بولاريزيشن اند ري بولاريزيشن. يبقى تتوقع ان يبقى في كام ويف؟ 4. تعال نشوف ايه اللي حصل بالفعل. كهرباء بتبتدي من الاس اي نود هنا،
فاول حاجه بيحصل لها كهرباء اللي هو اتريال دي بولاريزيشن، وده بيتسجل في صوره حاجه اسمها بي ويف. يبقى البي ويف ريبريزنتس الاتريال دي بولاريزيشن. بعد ما خلص الاتريال دي بولاريزيشن كان لابد ان يحدث شيئان في ان واحد، ان الاتريا نعمل لها ريبولاريزيشن اللي هي بنسميها تي بي، وفي نفس الوقت نعمل للفنتريكل دي بولاريزيشن اللي هو بنسميها كيو ار اس كومبلكس. وانت عارف ليه هو كومبلكس؟ لانه ثلاثه ويفز، لان الفنتريكل عنده ثلاثه فيكتورز. طب فكر معايا، الاي سي جي جالفانومتر يقدر يسجل حدثا واحدا في ان واحد، فطبعا هيسجل الفنتريكل اللي هو الاقوى اللي هو الكيو ار اس كومبلكس، وهيغض النظر مش هيسجل الاتريال ريبولاريزيشن اللي هو التي بي. يبقى ليه الاتريال ريبولاريزيشن ما تسجلش؟ لانه ماسكت باي ذا كيو ار اس كومبلكس. بعد كده هيحصل فنتريكولار دي بولاريزيشن، هيسجل حاجه اسمها التي ويف. وفي كثير من الناس بتسجل ويف رابعه هنتكلم عليها اللي هي اليو ويف. وبالتالي يبقى عندنا فور ويفز، واحده منهم عباره عن كومبلكس بي ويف، كيو ار اس كومبلكس نمره 2، تي ويف نمره 3، يو ويف نمره 4. ومره اخرى عشان نمشي بنظام هحطهم في تيبل 4 في شكل جدول. يبقى نحط تيبل اهو للنورمال اي سي جي. هنتكلم على الويفز. الويفز هنقارن البي بالكيو ار اس بالتي باليو. دلوقتي انا عشان نبقى ناس منظمين هقارنهم في ستة نقاط عشان يبقى عندك منتال ست تهيئ ذهني وتبقى معايا. اول ثلاثة عليهم معظم نمرة برغم بساطتهم، انه هنقول كل ويف ريبريزنتس ايه، ولاننا بنسجل الفولتج فيرسس الديوريشن فلازم نتكلم على الفولتج وعلى الديوريشن بتاع كل ويف. دول الثلاث نقط المهمين واللي انا عاملهم لك باللون الاحمر. ثم ثلاث نقاط اقل اهميه عليهم 20% من نمره فقط، اللي هم الشيب شكل كل ويف، الدايركشن هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، والكلينيكال امبورتنس دي مهمه جدا اللي هي بتميز الاوائل بقى. واحنا بندرس ليه الاي سي جي؟ عشان الكلينيكال امبورتنس اساسا. فنبتدي بالبي ويف. فالبي ويف ريبريزنتس اتريال دي بولاريزيشن، وغلطه مشهوره طالب يقول بتمثل اتريال سيستول. غلط يا بابا. السيستول والدايستول دول ميكانيكال تشينجز، في حين احنا بنسجل الكتروكارديوجرام الكهرباء. يبقى اغلط يعني خلي فيه غباوه بس مش عاوزين عبط. اختار ما بين الدي بولاريزيشن والري بولاريزيشن، هو ده الاختيارين. اوعى تقول سيستول ودايستول خالص في الالكترو في الالكتروكارديوجرام. يبقى البي ويف ريبريزنتس اتريال دي بولاريزيشن. طب الكيو ار اس وتقولها صح الاول، يقولها كومبلكس لانهم ثلاثه ويف اللي فيه ثلاثه فيكتورز، ما يقولوش كيو ار اس ويف، يقولوا كومبلكس. بتمثل فنتريكولار دي بولاريزيشن. اما التي ويف بتمثل فنتريكولار ري بولاريزيشن. طب بعد كده في بعض الناس بنقدر نسجل يو ويف، ولاحظ ان الحروف ورا بعض بي كيو ار اس تي يو، وقلنا في المحاضره الاولى اختارهم ليه بيزد على ديكارت. اليو ويف بتتسجل في بعض الناس، الحقيقه مش معروف ايه سببها بالظبط. في ناس بتقول ان سببها ري بولاريزيشن اوف بابيلاري ماسل، في ناس تانية بتقول سببها delayed repolarization of Purkinje system. المهم النقطة المهمة ان اليو ويف بتمثل repolarization. اوعى تقول depolarization. واسهلها لك، احنا خلصنا depolarization من زمان بتاع الاترا اللي هو البي وبتاع الفنتك اللي هو كيو ار اس، وبدأنا repolarization اللي هو التي ويف. ايه اللي هيرجعنا تاني للdepolarization؟ اغلط بس بذكاء. يبقى اليو ويف repolarization في many theories، يا اما للبابيلاري ماسل يا اما ديلايد ريبولاريزيشن اوف بيركنجي سيستم. طيب نيجي ناخد الديوريشن الفولتج، هقولها لك بطريقه سهله. البي ويف حوالي او اقل من 80 ملي سكند، يعني مربعين صغيرين. الكيو ار اس 80 ملي سكند برضه. واحد طالب يسالني هو ازاي الفنتركل الكبير خد الديبولاريزيشن بتاعه نفس مده الاتر الصغير، دول 80 ودي 80. قلناها لان في الفنتركل بنمشي على البركنجي سيستم اللي هو بيمشي الكهرباء بسرعه جدا تصل الى 4 مترز بير سكند. وعندي دليل اخر الاذكياء، الدليل ان ديبولاريزيشن في الفنتركل ماشي بسرعه
يبقى النيدل بتاعه الجلفانومتر المؤشر بيتحرك بسرعه، الورقه اللي بتتحرك تحته، فعشان ادام بيتحرك بسرعه يرسم سبايك، شايف شكل الكيو ار اس زي الشوكه، بينما الديبولاريزيشن بتاع الايترا بطيء، فعشان كده بيرسم زي منحنى كيرف كده كيرفد بالشكل ده. اما الريبولاريزيشن بتاع الفنت اللي هو التي ويف ما بيستخدمش البركنج سيستم، يبقى مش هيبقى سريع، يبقى بطيء، يبقى عشان كده بياخد مده طويله اللي هو 180 ملي سكندز. واحد يقول لي نحفظها ازاي؟ اظن سهل قوي اصابك. يبقى الديبولاريزيشن الايترا 80، الفنتكل 80، الريبولاريزيشن بتاع الفنتكل 160، يبقى 80 160 ملي سكندز. طب نيجي بقى للفولتج، نبتدي الفولتج في الليم بليدز، بقولها برضو بطريقه سهله جدا. البي ربع ملي فولت، يعني 0.25 ملي فولت. اما التي ضعف البي، خد بالك، يبقى نص. الار الكيو ار اس ضعف التي، يبقى واحد، يبقى ربع نص واحد، يبقى سهله في الديوريشن، سهله 80 60. في الفولتج البي ربع نص التي، والتي نص الار، البي نص التي والتي نص الار، هنا ربع نص واحد ملي فولت. اما التي اذا اليو اذا تسجلت، فبتبقى غالبا بتتسجل في في 2 في 3 وعمرها ما تتسجل في حاصل ضربهم اللي هو في 6، يبقى بتتسجل غالبا في في 2 في 3 وما تتسجلش في 6، ولازم تبقى اقل من ربع التي. لو اكتر من ربع التي تبقى كبيره، نسميها prominent يو ويف. يبقى خلصنا الثلاث نقاط الاساسيه، بس فاضل نقطة عاوز أقول في الشيس ليدز بقى. لما تحط البريكورديال ليدز على الهارت دايركتلي، الكيو ار اس ما تبقاش 1 ملي فولت، تبقى قوية جدا، تبقى 3-4 ملي فولت. نيجي للثلاث نقاط اللي هم الأقل أهمية والأصعب شوية. فدلوقتي عندنا الشيب، البي ويف. البي ويف احنا الكهرباء بتبتدي من الاس انود، أول واحد بيتكهرب اللي هو الرايت اتريوم، لأن الاس انود في الرايت اتريوم، ثم الليفت اتريوم. عشان كده النص الاولاني بتاع البي ويف بيبقى سببه الرايت اتريوم، والنص الثاني بيبقى سببه الليفت اتريوم. ايه اهميتها دي؟ ان امراض الرايت اتريوم بتتشخص في النص الاولاني من البي، لان هو اللي اتكهرب الاول، وامراض الليفت اتريوم في النص الثاني. طب نيجي الدايركشن، احنا موضبين الالكترودز بحيث نستقبل الديبولاريزيشن على البوزيتيف الكترود، عشان كده البي بتطلع upright in most leads. بس في ليد واحد عندنا حتى من اسمه احنا حاطين البوزيتيف الكترود مش على الليفت، على الرايت، واحنا عارفين الكهرباء في العموم بتتجه للليفت. ففي الاي في ار، في الاي في ار، الار يعني رايت، هنا بيبقى البوزيتيف الكترود على الرايت والكهرباء رايحه للليفت، فعشان كده البي بتبقى انفيرتد. طيب نيجي للكلينيكال امبورتنس، في اربعه كلينيكال امبورتنس. لو ان الاتريا حصل اشهر مرض اللي هو بنسميه اتريال فايبريليشن، يعني الاتريا ما بينقبضش انما بيفايبريليت كده، فطبعا مش هنلاقي فيه بي ويفز، بدلها هنلاقي زي اسنان المنشار كده اللي هو السوت تيث، زي اسنان المنشار ما فيش بي ويف، يسموها حتى اف ويفز، فايبريليشن ويفز، وهنتكلم عليها اكتر في المحاضره بتاعت الكلينيكال امبورتنس. اما لو الاتريا بيشتغل بسرعه بس بانتظام، يسموها اتريال فلاتر، يعني رفرفه، يبقى فايبريليشن سريع جدا بس كل فايبر لوحدها، فلاتر سريع جدا بس بيشتغل مع بعض. طيب نفرقهم ازاي من بعض؟ في الحالتين بتلاقي مفيش بي ويفز، يا اما في اف ويفز اللي هي فايبريليشن ويفز، يا اما موجود سمول بيز. وعلى فكره صعب التفريق ما بينهم، اقول لك الطريقه ازاي. الفنتريكل في حاله الفايبريليشن بيبقى الاتريا مش منتظم، والفنتريكل كمان مش منتظم، يعني لا ده منتظم ولا ده منتظم، لا ده منتظم ولا ده منتظم، فما تبص للكيو ار اس هتلاقيها غير منتظمه. انما في الفلاتر كل منتظم، حتى قلناها اللي هي 3 1 ريزم. فبص السمول بي، لكن الكيو ار اس اللي هو الشغل بتاع الفنتريكل منتظم. ثالث حاجه في الكلينيكال امبورتنس بنلاقيها في البي ويف، ان البي ويف بتمثل الاتريال ديبولاريزيشن. يبقى امتى الاتريال ديبولاريزيشن ياخد وقت طويل؟ لو ان الاتريا حصل فيه انلارجمنت، حصل اتريال انلارجمنت، هنغير الباتري معلش، لو حصل اتريال
enlargement نلاقي في الحاله دي ال P wave بقت longer in duration. طيب اما خد بالك اذا بدانا من الاس انود الكهرباء بتنزل من الاس انود لتحت، لكن لو بدانا من الاي في نود يبقى الكهرباء تطلع لفوق، يبقى البي ويف هتبقى مقلوبه انفيرتد في اذر ليدز. فايف انفيرتد ان اذر ليد في اي ليد اخر غير الاي في ار، يبقى ده معناها ان الكهرباء مش نازله من الاس انود انما طالعه للاس انود. يبقى يا اما بدات في الاي في نود يبقى العيان عنده اي في نود اريزم، او عنده اكتوبيك بيث ميكر. ده البي ويف. ننتقل للكيو ار اس. بالنسبه للكيو ار اس عاوزين الاول نقول الشيب بتاعها. الشيب بتاع الكيو ار اس بص معايا هنا. اولا عاوزين نتفق ان الدايركشن بتاع الار لازم يبقى لفوق، فلان تعريف الار بنقول الار هي ذا فيرست بوزيتيف ويف ان كيو ار اس كومبلكس. يعني حتى في الاي في ار احنا فاهمين انها بتبقى الرسمه بتاعت كيو ار اس مقلوبه، هي مقلوبه بس احنا اتفقنا مع بعض ان اول ويف طالعه لفوق هنسميها ار. يبقى ما فيش لطالب ذكي حاجه اسمها ار مقلوبه انفيرتد. احنا فاهمين انها في الاي في ار الكيو ار اس كومبلكس بيبقى مقلوب بس احنا غيرنا التسميه، اللي طالع لفوق اول بوزيتيف ويف هنسميها الار ويف. دي مهمه جدا. يبقى في الكيو ار اس الفيرست بوزيتيف ويف في الكيو ار اس الفيرست نسميها الار، لان ساعات بيبقى فيه اتنين بوزيتيف لفوق، اول واحده هي اللي نسميها الار. طيب شكل الكيو ار اس في الـ في الديفرنت تشيست ليدز اللي هي من في 1 لفي 6، تعال نفكر مع بعض. في 1 ناحيه الرايت وفي 6 ناحيه الليفت، واحنا قلنا اهم فيكتور في الفنتكل هو بتاع الار رايح تو ذا ليفت. يبقى اذا هيتسجل بوزيتيف بقوه ناحيه الفي 5 وفي 6 اهو ده الار، بينما الار بتبعد عن الفي، وقلنا يبقى هتتسجل لتحت بس مش هنسميها ار بقى، لان احنا قلنا لازم الار هنسميها ايه؟ ادام نزلت لتحت هنسميها اس، يبقى هتتسجل نيجاتيف وبقوه وهنسميها اس في في 1 وفي 2. يبقى من الاتجاه الار رايحه للفي 5 وفي 6 فتتسجل لفوق عاليه، وبتبعد عن الفي 1 وفي تحت وفي 2 فتتسجل لتحت قويه ونسميها اس. يبقى تعال نشوف الشكل العام بقى. يبقى لو بصينا من الفي 1 لفي 6 على كيو ار اس كومبلكس هنلاقي الاس بتصغر والار بتكبر، وانا حفظتها لاجيال بطريقه جميله جدا. فبقول ايه بقى؟ كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر، دي مقولة في الحياة، إلا الحزن يبدأ كبيرا ثم يصغر. افتكرها ما حييت. يبقى كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر، ده الآر بتكبر من في 1 لفي 6. إلا السادنس، أهي سادنس بحرف الإس، الحزن يبدأ كبيرا ثم يصغر. دي مهمة جدا، لأن لو مسكت ورقة الإي سي جي بتاع أي مريض ولقيت الآر ما بتكبرش يبقى ده يدل ان في سيريس يعني حاجه خطيره، مايوكارديال دامج. يبقى لازم في كل عيان من في 1 لفي 6 نلاقي الار بتكبر، لو لقيناها ما بتكبرش يبقى في سيريس دامج. طيب نيجي بعد كده نكمل ونشوف الكلينيكال امبورتنس بتاعه الار. اربعه برضو زي ما كان هنا في اربعه في هنا اربعه. لو ان الكيو ار اس خدت وقت طويل يبقى معناها ان احنا ما مشيناش يعني طويل، يعني ايه؟ اكتر من 80 ملي سكند، اكتر من 90 نعتبرها طويله، انما يعتد بالكبر يعني يبقى ذات قيمه لو كانت اكتر من 120 ملي سكند، يعني اكتر من 3 مربعات صغيرين. لو ما مشيناش على البركنجي، وهذا يحدث لو البركنجي سيستم فيه قطع، فيه باندل برانش بلوك، او فاضطرينا نمشي على الفنتريكولار باص البطيئه، او من الاول في اكتوبيك فوكس بؤره خارجيه في الفنتريكل طلعت كهرباء ماشي على الفنتريكولار ماسل، يبقى فنتريكولار اكتوبيك فوكس. او في العيانين اللي عندهم هايبر كاليميا يعني زياده في البوتاسيوم، او عيان بياخد دواء بتاع اكتئاب مشهور جدا اسمه تراي سايكليك انتي ديبريسنت اوفر دوز، لو خد جرعه كبيره من تراي سايكليك انتي ديبريسنت بيبقى عندنا في هذه الحاله الكيو ار اس اكتر من 120 ملي سكند. تاني حاجه ان الكيو ار اس يبقى شكلها بيزار، بيزار يعني متلخبطه. طب هذا يحدث امتى؟
علمتها الأجيال، قلت إن المسار الطبيعي يعطي شكل طبيعي. شكل الطبيعي ده لو مشينا من المسار الطبيعي اللي هو الإيفي باندل، التو باندلز والبركنجي سيستم، لكن لو ما مشيناش عليه مسار غير طبيعي هيعطي شكل غير طبيعي بيزار. يبقى لو برضو لو الباندل مقطوع، لو البركنجي سيستم فيه قطع في أحد الباندل، باندل برانش بلوك، أو لو حتة ماتت في عضلة القلب وضمن اللي مات البركنجي سيستم مايوكاردال انفاركشن، أو في اكتوبيك فوكس بتمشي الكهرباء مش على البركنجي سيستم، على الفنتريكولار ماسل العادية، فتدي لو ادت إشارة كهربائية مرة واحدة تدي فنتريكولار اكسترا سيستول يعني ضربة زيادة، لو اشتغل بصورة منتظمة هتدي فنتريكولار تاكي كارديا. طيب زي كبر الكيو ار اس معناها ان الفنتكل كبر، لو بقت يوجوالي تول، طب انهي فنتكل هو الاهم اللي بنعتدي بيه؟ بتبقى يوجوالي تول في اللفت فنتريكولار انلارجمنت. طب وامتى تبقى فيري لو؟ لو حوالين القلب في ميه، فالميه دي منع وصول الكهرباء، يبقى بريكارديال افيوجن، اهي بريكارديال افيوجن او انفيلتريتيف مايوكارديال ديزيز، انفيلتريتيف مايوكارديال ديزيز اهي بالشكل ده. طيب ننتقل للتي ويف بقى. التي ويف الشيب بتاعها سلايتلي راوندد اند نوت سيمتريكال. بص حتى اوعى ترسمها لي يعني بالنص دايره كده تبقى ما انتش فاهم، يبقى هي اسيمتريكال مش سيمتريكال وسلايتلي راوندد. وبعدين قلنا الدايركشن بتاعها، لان احنا بيبقى البوزيتيف الا في الاي في ار هتبقى انفيرتد. الوحيده اللي ما بتبقاش انفيرتد في الار اللي هي في الاي في ار اللي هي الار، اوعى تنساها، لان قلنا ما هي الار؟ هي الفيرست بوزيتيف ويف، عشان كده حفظتها لاجل بطريقه سهله. الوحيده اللي ما بتبقاش انفيرتد في الاي في ار هي الار، لان ما فيش ار لتحت، لازم تبقى لفوق. طيب ايه اهميه التي ويف؟ خد بالك بقى، انا قلت لك خد بالك من مرضي الاسكيميا والانفاركشن. بتبقى انفيرتد لو العيان عنده نقص في الدم اللي رايح للقلب، مايوكارد اسكيميا. اسكيميا اسك يعني نقص، وايميا يعني دم. وبتبقى بيكت يعني طويله في الايرلي مايوكارد الانفاركشن. وبعدين خد بالك بقى اللي جايه مهمه جدا، ان لو البوتاسيوم زاد بتبقى بيكت بتعلى التي ويف، البوتاسيوم قل بتبقى التي ويف فلات. حفظتها لاجيال بطريقه سهله جدا وجميله خالص. ان التي ويف ريبريزنتس الريبولاريزيشن، واحنا قلنا انهي اين هو المسؤول عن البولاريزيشن والريبو بو بولاريزيشن بو بوتاسيوم. فلو زاد البوتاسيوم بتاع البولاريزيشن التي ويف بتاعت الريبولاريزيشن تعلى، قل تقل، لدرجه قالوا مع تعبير جميل ان التي ويف اعتبرها هي التنت يعني الخيمه بتاعت البوتاسيوم اين. فلو البوتاسيوم اين عالي يعني جاينت، التي ويف تبقى بيكت عاليه. لو البوتاسيوم اينز في الدم قليل كانه قزم، يبقى التي ويف تبقى فلات. ننتقل لليو ويف. اليو ويف بس هنتكلم على الكلينيكال امبورتنس بتاعتها، ان لو بقت فيري بروميننت يعني قلنا اكتر من ربع التي، ايه ده معناه؟ معناه يا اما في نقص في البوتاسيوم او زياده في الكالسيوم، او عيان عنده زياده في الهرمون الغده الدرقيه تي 3 والتي 4، عنده هايبرثايروديزم. طيب وانفيرتد، ركز فيها زي التي ويف، انفيرتد امتى؟ في المايوكارديال اسكيميا، لو في نقص في الدم اللي راح للقلب، او لو اتقفل الليفت انتيرور ديسندنج برانش من الكورونري اللي هو يسموه اللاد، وده اخطر فيسل. اللاد بيسموه حتى لما بيتقفل ده ويدو ميكر، صانع الارامل، يعني اخطر فيسل في الكرونري يتقفل اللاد، اوعوا تنسوه، لانه الراجل لما يتقفل له اللاد هيموت، مراته تبقى ارمله، فعشان كده سموا اللاد ده صانع الارامل، ده ويدو ميكر. طيب يبقى اتكلمنا على اربعه ويفز، كل ويف في ست نقاط، ثلاثه مهمين عليهم 80% من النمره، ات ريبريزنتس ايه، وبعدين بنسجل الفولتج against versus duration، فنقول الفولتج والدوريشن، وثلاثه عليهم 20% من النمره، الشيب والدايركشن، واللي انتوا هتتميزوا بيه بقى الكلينيكال امبورتنس. طيب عشان تاخد الفول مارك بعد الويفز لازم تقول نوتس،
بحب النظام قوي. ففي تو نوتس على الاتريا وتو نوتس على الفنتريكل. التو نوتس اللي على الاتريا بسميهم الحاضر الغائب. في كهرباء حاضره في القلب لكن مش متسجله في الاي سي جي، واخدناها الاتريال ريبولايزيشن. ليه كان نوت ريكوردد؟ السبب الاساسي لانه وقع في نفس وقت الفنتريكولار ديبولايزيشن اللي هو كيو ار اس، فماسك باي فنتريكولار ديبولايزيشن او كيو ار اس. لكن للاوائل يوجد سبب اخر. واحد يقول لي طب ما ساعات انت قلت لنا في 3 تو 1 ريزم، يعني الاتريا بيشتغل 3 مرات والفنتريكل مره، يبقى في مرتين بيشتغل الاتريا ما معهمش الفنتريكل. طب ليه ما بتسجلش الاتريا ريبولايزيشن؟ لانه اوريدي هو ضعيف. حتى لو الفنتريكل ما بيشتغلش في مرتين اهم من غير فنتريكل، مرتين من غير فنتريكل بيبقى اوف فيري لو فولتج، يبقى ما بتسجلش لسببين للاوائل، لانه ماسك بدا كيو ار اس وهو اوريدي اوف فيري لو فولتجز. طيب ليه كهربة الاس انود والاي في نود والبركنجي سيستم ما بتتسجلش؟ نوت ريكوردد. لانه فيري سمول ماس اوف تيشو، ما احنا قلنا قوه الكهرباء متناسبه مع الماس اوف تيشو. دول بسميهم الحاضر الغائب. انه الايتر ريبولايزيشن وكهربة الاس انود والاي في نود والبركنجي ما بتتسجلش دي بولايزيشن. فهمنا ليه؟ نيجي الفنتريكلز بقى، عندي تو نوتس قلنا واحده فيهم، ان هعيدها تاني لاهميتها، ان الار هي الفيرست بوزيتيف ويف، الار عمرها ما تبقى انفيرتد. يبقى في الاي في ار الويف الوحيده اللي ما بتبقاش انفيرتد هي الار ويف، لان احنا اتفقنا هي الفيرست بوزيتيف ويف. وبعدين قلنا ان الشكل كيو ار اس في التشست او بريكورديال ليدز بتبتدي الار صغيره وتكبر والاس تبتدي كبيره وتصغر. اما قلنا كل شيء يبدا صغيرا ثم يكبر اللي هو الار، الا الحزن السادنس يبدا كبيرا ثم يصغر، وان فيلير اوف ذا ار تو جرو معناها ان في سيريس مايوكارديال ديزيز. طيب نيجي النقطه الثانيه، دي اكاديميه خالص. التي ويف بتمثل ريبولايزيشن، فليه بتتسجل بوزيتيف يعني في نفس الدايركشن بتاع الار اللي هي بوزيتيف اللي بيمثل ديبولايزيشن؟ الاول نفهم السؤال. في النيرف اند ماسل الديبولايزيشن بيتسجل اسندنج ليم والريبولايزيشن بيتسجل ديسندنج، يعني مختلفين في الاتجاه لان هم مختلفين في الشحنه. طب ما ليه نفس الكلام لا ينطبق في الهارت؟ التي ريبولايزيشن مختلفه عن شحنه الار اللي هي الديبولايزيشن، فكان مفروض لو واحده تطلع لفوق اللي هي الار التي تبقى لتحت. فالاول نفهم السؤال، ليه التي ويف بتتسجل ان ذا سيم دايركشن اوف ار؟ الاجابه سهله جدا. الديبولايزيشن لاهميته مستعجلين عليه، هو ده اللي بيشغل هارت، فربنا مشاه على البركنجي سيستم السريع 4 متر في الثانيه، اللي هو سؤال ام اس كيو مهم جدا، بيبتدي من جوه من الاندوكارديوم ناحيه الابيكارديوم. طيب بينما الريبولايزيشن مش مستعجلين عليه لان ملوش اي علاقه بالميكانيكال تشينجز، لا هو بيعمل السيستول ولا الدايستول، ملوش اي علاقه، مستعجلين عليه، فبيحصل على الفنتريكولار ماسل العاديه. طب احنا الادام بيحصل على الفنتريكولار ماسل العاديه، يبقى بيعتمد على الميتابوليزم بتاع الفنتريكولار ماسل اللي هو بيبقى سيء جدا عند الاندوكارديوم جوه، لان جوه الفنتريكل فيه بلاد والبلاد ده اكزيرتس بريشر بيعمل ضغط، فبقلل البلاد سبلاي بتاع الاندو كارديوم، فالميتابوليزم هنا سيء، بينما الميتابوليزم الناحيه الثانيه كويس قوي. فعشان كده الريبولايزيشن بيبتدي من الحته اللي مش مضغوط عليها اللي هي من الابيكارديوم للاندوكارديوم، وعليه يبقى الديبولايزيشن والريبولايزيشن ما اختلفوش بس في التشارجز زي النيرفال ماسل، واختلفوا كمان في الدايركشن. والمثل بيقول نفي النفي اثبات، هما لو كانوا مختلفين بس في التشارجز كان واحده لفوق الثانيه لتحت، لكن هما مختلفين في التشارجز وفي الدايركشن. الواحد يقول لي هقول الكلام ده كله؟ لا، تصور هتقول جمله سهله جدا وما اعرفش ليه الطلبه حفظوها بطريقه جميله خالص. هتقول ليه الديب ليه تي ويف ان ذا سيم دايركشن اوف ار؟ هتقول لان ذا فيرست بارت تو بي ديبولايز في الهارت هو ذا لاست بارت تو بي ريبولايز، وعلى فكره والعكس صح، the last part to be depolarized is the first part to be repolarized. كده خلصنا الويفز، وده سؤال نظري طويل خالص. نيجي للسيجمنتس والانترفالز، ودي اسئله اقصر كثيرا.
نبتدي بالسيجمنتس. احنا قلنا عندنا تو سيجمنتس، عندنا ال بي ار سيجمنت اللي هي باللون الاحمر، والاس تي سيجمنت باللون الاحمر. اهم نقطه في السيجمنتس هبتدي بيها قبل ما اشرح، مش الديوريشن اللي هي، انما المورفولوجي شكلها اللي هي لازم تبقى على الخط، يسموها ايزو الكتريك. بس هو دي، يبقى الاهميه مش في مدتها، مدتها ملهاش اي قيمه، المده مهمه في الانترفالز مش في السيجمنتس. السيجمنتس اهم حاجه ان هم يبقوا على الخط، على البيز لاين بتاع الاي سي جي. عندي البي ار والاس تي هقارنهم، احب النظام جدا في جدول برضو ست نقاط زي الويفز بس سهلين جدا. هاخد اول نقطتين متعلقين ببعض وبعدين الاربع نقاط التانيين مع بعض، احب النظام خالص. فاول نقطتين بنقيسها من اللي فين، دي سهله خالص. البي ار بنقيسها من الاند اوف بي to the beginning of QRS complex. طب واحد يقول لي طب ما كانوا سموها PQ، لان اول حاجة في QRS complex هي Q، ليه بيسموها PR؟ لان في معظم الليدز ما بيتسجلش Q، بيتسجل R، فعش كده بيسموها PR، برغم انها من beginning of P مش من beginning of R، لل beginning of QRS، بس حيث ان Q ما بتتسجلش في معظم الليدز فسموها PR. طيب لطالب ذكي الميجرمنت يقول لي هي اهميتها ايه؟ طب خد بالك الخط الاحمر ده بيمثل التايم ما بين الديبولاريزيشن اوف اتريا اللي هو البي ويف والديبولاريزيشن اوف فينتريكل اللي هو كيو ار اس كومبلكس. طب التايم ده خدته الكهرباء وهي بتنتقل من الاتريا الى الفينتريكل فين؟ فاكر الحته اللي خدت وقت طويل جدا؟ في الاي في نود. يبقى معظم الوقت ده ضاع في الكوندكشن في الاي في نود، والمده هنا ملهاش اي قيمه، انا بقولها بس لسبب تاني عشان تفيدنا في الانترفال. بتاخد من 6 من 100 الى 12 من 100 من السكند. بينما الاس تي سيجمنت هنا من اسمها بتتقاس من الاند اوف اس للبيجينينج اوف تي، هنا واضحه وسهله. طب بتمثل ايه؟ برضو مفكر بذكاء، هي محصوره ما بين الديبولاريزيشن اوف فينتريكل اللي هو كيو ار اس كومبلكس والريبولاريزيشن اوف فينتريكل اللي هو التي ويف. طب ما تيجي نطبقها على الاكشن بوتنشال بتاع الفينتريكل. الاول احب الطالب يفهم هو ايه الفرق بين الاكشن بين الكهرباء بتاعه الاكشن بوتنشال والكهرباء بتاعه الاي سي جي، ما هما الاثنين كهرباء. بص لي من فضلك، الاكشن بوتنشال ده كهرباء سنجل كاردياك ماسل فايبر 1 مايوسايت، انما الاي سي جي ده مش كهربة فايبر واحده، ده محصله الكهرباء بتاعه القلب، يبقى الاثنين كهرباء. الاكشن بوتنشال بتاع فايبر واحده، انما بتاع القلب كله هو ده الاي سي جي. اظن ناس كتير اول مره تاخد بالها منهم، لكن طبعا التزامل واحد. فالاس تي سيجمنت محصوره ما بين الديبولاريزيشن اللي هو الكيو ار اس كومبلكس والريبولاريزيشن اللي هو التي، يبقى اما اطبق نفس الكلام على الاكشن بوتنشال، فين الديبولاريزيشن؟ اللي هو في الزيرو ده اللي هو قلنا الاسندنج ليب، يبقى ماشي مع كيو ار اس. وفين الرير ريبولاريزيشن اللي هو فيز 3 اللي هو الديسندنج ليب؟ طب يبقى اذا الاس تي سيجمنت واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو كونسايدز وذ ذا بلاتو اوف اكشن بوتنشال. لو نفس الكلام طبقته على الاكشن بوتنشال بتاع الاتريا، البلاتو هيجي فين بقى؟ هيجي مع البي ار انترفال، لان دي ما بين الديبولاريزيشن اوف اتريا والريبوزيشن اوف اتريا اللي هو ماسكين، بس كان المفروض يبقى هنا في كيو ار اس، يبقى دي كونسايدز مع البلاتو لو طبقتها على الاتريال اكشن بوتنشال الاسكياء. طيب نيجي الاربع نقاط اللي بعد كده. المورفولوجي قلت في السيجمنتس، بقولها تاني عاوز اعلم ناس كويس، مش مهم الديوريشن خالص، مهم المورفولوجي شكلها مكانها انها تبقى على الخط. وتعالى افهمك هم ليه هم الاثنين ايزو الكتريك. تعالى ناخد الاس تي سيجمنت بطريقه سهله جدا. الاس تي سيجمنت بتيجي بنهايه الكيو ار اس، يعني بعد ما كل الفنتكل يبقى ديبولارايز، السبتم الكيو والار والبيز اوف ذا هارت كله ديبولارايز، يعني الهارت الاوتر سيرفيس بتاعه كله نيجاتيف. فلو احنا حاطين التو الكترودز قلنا بره على السكين والكهرباء بتوصلنا، فتخيل معايا ده الجالفانومتر دلوقتي بنهايه الكيو ار اس كل الهارت ديبولارايز، كل الفنتكل ديبولارايز، كل الفنتكل اوتر سيرفيس بتاعه نيجاتيف، يبقى ده على نيجاتيف وده على نيجاتيف، يبقى زي بعض، يبقى مفيش فرق جهد.
يبقى النيدل ما تتحركش فتبقى على الخط، فيسموها ايزو الكتريك. ايزو يعني متساوي، للي ما يعرفش الكهرباء متساوية في الناحيتين، الفرق بين كميتين متساويتين صفر، يبقى ما فيش فرق جهد، يبقى النيدل ما تتحركش تبقى ايزو الكتريك. طيب نيجي، طب يبقى اهميتها انها لازم تبقى ايزو الكتريك، يبقى الاهميه هنا قلنا مش في الوقت، امتى تطلع لفوق وامتى تنزل لتحت. في حاله البي ار انترفال بتبقى اليفيتد اور ديبريس، يعني ممكن تطلع وممكن تنزل لو العيان عنده اتريال اسكيميا، نقص في الدم اللي رايح للاذين، او اتريال انفاركشن. وعلى فكره دي تبقى باد ساين، كون الاسكيميا والانفاركشن حصل الاذنين الاتريا، يبقى دي فيري باد ساين. طيب وامتى تبقى ديبريست البي تي؟ في العيان اللي عنده التهاب في الغشاء التموري المحوط للقلب اللي هو بيريكاردايتس. طب نيجي الاس تي سيجمنت، الاس تي سيجمنت امتى تبقى اليفيتد اور ديبريست؟ نفس الكلام لو حصل مايوكارديال اسكيميا، بس هنا مش اتريا، خد بالك البي ار دي ريليتد للاتريا اكتر، انما الاس تي دي ريليتد للفنتريكل، فعشان كده بنقول مايوكارديال اسكيميا اور مايوكارديال انفاركشن. طب وامتى تبقى ديبريست؟ لو العيان عنده ليفت فنتريكولار هايبرتروفي او ديجوكسين، يعني الدراج خد ديجوكسين دراج، ديجوكسين ده اللي هو بيستخدموه في العيانين اللي عندهم هارت فيلير، الديجوكسين ده بيقوي انقباض القلب في العيانين اللي عندهم هارت فيلير، فممكن يعمل ديبريشن في الاس تي سيجمنت. طب وامتى الاس تي سيجمنت تبقى اليفيتد؟ في البيريكاردايتس. يبقى للاسكياء فقط. البيريكاردايتس بنشخصها ازاي في الاي سي جي؟ ان البي ار انترفال تبقى ديبريست نازله، والاس تي سيجمنت بتبقى اليفيتد، يبقى الصغيره نازله البي ار والكبيره الاس تي بتبقى اليفيتد. اخر حاجه بقى ناخد الانترفالز، وي هاف تو انترفالز عندنا، اللي هو البي ار انترفال والكيو تي انترفال اهي. هنا بقى في الانتروالز اللي هي بنقول عباره عن سيجمنت مع ويف، ما احنا قلنا في ويفز وفي سيجمنتس، لما ناخد ويف مع سيجمنت يسموها انتروالز. هنا في الانتروالز مهم جدا الديوريشن، في السيجمنتس مش مهم الديوريشن، مهم المورفولوجي، من اهم الحاجات في فهم الاي سي جي. طب نيجي الميجرمنت، بنقيس البي ار انترفال منين؟ ركز بقى معايا كويس قوي، لان الميجرمنتس هو اللي بيقول لي ريبريزنتس ايه. البي ار بقيسها من البيجينينج اوف بي تو ذا بيجينينج اوف كيو ار اس، وبرده ما تسالنيش تاني ليه سموها بي ار مش بي كيو ار اي، مش بي كيو، عشان في معظم الليدز ما فيش كيو، بيبقى في ار بس. يبقى اذا لطالب ذكي من البيجينينج اوف بي يبقى البي معانا، البيجينينج اوف ار او كيو ار اس يبقى الكيو ار اس مش معانا. يبقى بتمثل ايه؟ نفكر، يبقى هي عباره عن بي ويف مع بي ار سيجمنت. طب البي ويف قلنا دي بتمثل اهي اتريال ديبولاريزيشن. طب والبي ار كانت بتمثل وقت اللي خدوا الامبلس تو بي كوندكتد من الاتريال فينتكل، وده معظمه بيضيع فين؟ في الاي في نود. فاكر لما قلنا العقده في العقده، الاي في نود هي عندها السلوست ريت اوف كوندكشن. طيب وعليه تعال نتفرج هنا بقى، مهم الديوريشن، النورمال كام؟ احنا كنا قلنا البي 80 ملي سكند، والبي ار سيجمنتس كنا قلنا من 0.6 ل 0.12 سكند. يبقى لما ناخدهم مع بعض يبقى 0.12 to 0.20 من السكند. على فكره في ما حدش هنا بيحب على الاطلاق يقولوها بالسكند، بيحب يقولوا بالملي سكند اللي هي المربعات، فيبقى 120 ملي سكند الى 200 ملي سكند بلغه المربعات، المربع 40 ملي سكند، 120 يبقى 3 مربعات صغيرين، الى 200 يبقى الواحد ب 40 يبقى 5 مربعات صغيره. طب امتى تطول وامتى تقصر؟ يبقى هناخد النورمال وامتى تطول وامتى تقصر. تطول تبقى برولونجد لو اهم حاجه بتضيع في الانتقال من الاتريا للفنتريكل اللي هو فين؟ في الايفي نود. يبقى لو في اترو فنتريكولار بلوك، حاجه بتعوق انتقال الامبلس من الاتريا للفنتريكل، اترو فنتريكولار بلوك اللي هو فيرست ديجري هارت بلوك، او احنا قلنا ان البي معانا والبي بتمثل اتريال ديبولاريزيشن، يبقى لو الاتريا حصل فيه انلارجمنت كبر
يبقى مدة الديبولاريزيشن بتاع الاتريا هتكبر، اللي هي البي ويف هتكبر، وبالتالي البي ار انترفال تطول. انما الاهم ما تقوليش اترال انلارجمنت، اهم سبب اتروفنتريكول بلوك ثم اتروفنتريكول بلوك ثم اتروفنتريكول بلوك اللي هو الفيرست ديجري هارت بلوك ثم اترال انلارجمنت، ثم كلام شحاتين اي حاجه تقول لها حصل فيجال ستيميليشن، الفيجاس بيبطئ كل حاجه فتاخد وقت اطول. طب امتى تقصر؟ نفكر بذكاء. لو بدا ما نبتدي من الاس انود ابتديت من الاي في نود، فطبعا هعدي على من الاتريال فينتكل بسرعه جدا. يبقى اشهر حاله مرضيه بتاثرها لو بدل ما بدات بالاس انود بدات بالاي في نود، يبقى الكهرباء تروح للفينتكل على طول اللي هو الاي في نود ريذم. او حاله تانية مشهوره جدا في الطب اسمها وولف باركنسون وايت سيندروم. ايه الاي سيندروم ده؟ ان العيان بالاضافه لان عنده اي في نود في سايد برانش صغير بيفوت الامبلس بسرعه من الاترال فينتكل من غير ما تتعطل في الاي في نود، فعشان كده تاخد وقت قليل فيحصل شورتنج اوف بي ار انترفال. ودي حاجه خطيره هندرسها مع الكلينيكال، اللي هو الولف باركنسونيان وايت سيندروم، اللي العيان عنده برانش صغير بيفوت الامبلس من غير ما تعدي في الاي في نود. طيب وامتى تقصر؟ لو عملت كلام شحاتين سمباثيتك ستيميليشن اللي كان بيستيميليت كل حاجه بما فيها الكوندكشن يخلي الكوندكشن سريع فياخد وقت اقل. طب نيجي بقى للكيو تي انترفال، خد بالك بقى دي مهمه جدا. بنقسم البيجيننج اوف كيو هنا ار اس من الكيو ار اس الى مش البيجيننج اوف تي الاند اوف تي، يبقى من البيجيننج اوف كيو ار اس للاند، حتى انا عاملها لك بلون اصفر، هنا بيجيننج تو بيجيننج انما هنا بيجيننج تو اند. وعليه يبقى الكيو ار اس معانا كومبلكس والتي ويف معانا، يبقى خلاص فهمت بتمثل ايه بقى الانترفال دي. الكيو ار اس بيمثل فينتريكولار ديبولاريزيشن، والتي بيمثل فينتريكولار ريبولاريزيشن، يبقى الانترفال دي بتمثل الفينتريكولار ديبولاريزيشن اند فينتريكولار ريبولاريزيشن، يعني بتمثل كهربه الفينتكل، فيسموها فينتريكولار الكتريكال سيستول، لان كهربه الفينتريكل الدي والري بتحدث فتره ال سيستول. طب المده بتاعتها كام بقى؟ من 0.2 ل 0.4 سكند، يعني 200 الى 400 ملي سكند. يعني خد بالك دي كانت من 120 ل 200 ملي سكند، 120 ل 200، هنا نكملها بقى 200 ل 400، 120 ل 200 هنا 200 ل 400 عشان تحفظها بطريقه سهله، 120 ل 200 200 ل 400. طب امتى تقصر وامتى تطول؟ لو الهارت سرع هتقصر هياخد وقت قليل، لو الهارت بطأ هتاخد وقت طويل، بس ده كلام ملوش اي قيمه. على اي هي بتقصر كمان في السيفير ديكريس في الكالسيوم، انما اهم حاجه النهارده مفيش حد في الدنيا بيهتم بحاجه اسمها كيو تي انترفال، في حاجه اسمها كيو تي سي اللي هي كوركتد كيو تي انترفال. يعني ايه كوركتد كيو تي انترفال؟ بيقسموا مده الكيو تي على الجذر التربيعي بتاع مده البي ار، يبقى الكيو تي انترفال الديوريشن بتاعتها ديفايدد باي السكوير روت الجذر التربيعي بتاع البي ار. هي دي اللي مهمه جدا في الطب دلوقتي، يبقى الكيو تي ما بقتش مهمه في الطب، امال مين اللي مهم؟ كيو تي سي. سي دي اختصار ايه؟ كوركتد، يعني معدلينها مصلحينها، كوركتد كيو تي. بنعملها ازاي؟ بنقسم الكيو تي على السكوير روت بتاع البي ار، تمام؟ خد بالك بقى دي لو طولت تبقى مصيبه، يبقى ريسك فاكتور فور سادن ديث، ان ممكن يحصل سادن ديث او ممكن يحصل حاجه خطيره جدا، فينتريكولار تاكي اريذميا، لخبطه في ضربات الفينتريكل. خد بالك احنا الاريذميا اللي هي لخبطه ايقاع الفينتريكل اهم 100 مره من الاتريا. يعني لما تسال عيان يقول لك عندي اريذميا لخبطه في ضربات القلب، تساله سؤال واحد محدد وتحددها في الاي سي جي، هل شخصوك فينتريكولار ولا سوبرا فينتريكولار؟ سوبرا فينتريكولار ملهاش قيمه لو لخبطه في الاتريا، اقل قيمه بكثير، انما فينتريكولار خطيره. يبقى الكوركتد كيو تي انترفال اللي هو الكيو تي سي سموها دي خطيره جدا لو بقت برونجد، لان ده معناها ريسك فاكتور لعاني يموت او انه يحصل له فينتريكولار اريثميا، وهذا يحدث جينيتيكالي، يعني ممكن حاجه وراثيه او مع ميديكيشن زي مثلا الميديكيشن اللي بيدوها الانتي سايكوتيك للعيانين اللي عندهم امراض نفسيه. عارف الحل؟ ايميديتلي كل عام بياخد يعني السايكايتريك دراجز دي بتاعت السايكايتري، ويلاقوا طول عنده الكيو تي سي اللي هو الكوركتد كيو تي، بيوقفوا الدواء ده فورا ويغيروه لانها حاله خطيره جدا.
وقلنا بتقصر لو في سيفير هايبوكالسيميا. يبقى شرحنا الاي سي جي في أربعة ويفز في جدول من ست نقاط، ثلاثة وثلاثة، تو سيجمنتس شرحناهم في ست نقاط برضو، وبعدين تو انترفالز شرحناهم في جدول من خمس نقاط. بحب الجداول قوي، كل حاجة متعلقة ببعض. الميجرمنت بيقول لي هي ريبريزنتس ايه، وبعدين النورمال قلنا المهم الديوريشن، فامتى تطول وامتى تقصر. يبقى ميجرمنت ريبريزنتس ايه والنورمال وامتى تطول وامتى تقصر. اشكركم على حسن متابعتكم، واسال الله لجميعكم التوفيق، والى ان نلتقي مجددا مع محاضرة جديدة. استودعكم الله، شكرا.